بحكم شغلي يا استاذه مديحه لقيت ان ظاهره الطلاق انتشرت في المجتمع بشكل كبير جدا، خاصه بين الشباب الصغيرين. دي حقيقه. احنا دلوقتي في انتظار مكالماتكم ورسائلكم على الارقام الظاهره على الشاشه، ولو في اي مشكله او سؤال تقدروا تحكوا معانا. الو، صباح الخير، ممكن اعمل مداخله؟ ممكن اتعرف بحضرتك؟ انا اسمي هالة من القاهرة. واحنا معانا دلوقتي مكالمة من هالة من القاهرة، ازيك يا هالة؟ تمام الحمد لله. أنا ممكن أكلم بس الدكتور مع حضرتك، عايزة أخد رأيه في حاجة. أهلا بيك يا هالة، بس قولي الأول بقى، أنتِ متجوزة ولا لأ؟ آه. طب عال، بقالك كام سنة وعندك ولاد قد إيه؟ بقالي 7 سنين وعندي بنت. ربنا يخلي. طب قولي لنا يا هالة، إيه مشكلتك؟ المشكلة إن أنا حاسة إن أنا بقيت لوحدي، بعمل كل حاجة لوحدي، أنا اللي بربي وأنا اللي شايلة البيت، بودي تمارين وبجري على الحضانات والمدارس، حاسة كده إن أنا بقيت بطولي. وجوزك فين؟ في الشغل، على طول في الشغل، بيرجع البيت عشان ينام عشان يصحى يروح الشغل، وفوق كل ده المسافة بينا بقت كبيرة قوي. طب يا هالة اسمحيلي، يعني بتتكلموا مع بعض؟ اه اتكلمت كتير قوي بس مفيش فايدة، كل مدى الإهمال عمال يزيد، إهمال في إهمال في إهمال، وفوق كل ده مش مسموح لي إن أنا اشتكي لحد من أهلي أو أهله، حتى البنت طول الوقت بتسأل عليه وأنا مبقاش عارفة أرد أقول لها إيه. أنا حاسة إن أنا هنفجر ومبقتش قادرة، حاسة إن أنا عايزة أتطلق أو لازم أتطلق. وإحنا معانا دلوقتي مكالمة من هالة من القاهرة، إزيك يا هالة؟ لا أنا أعتقد إن الأخت اللي ما رضتش ترد دي عندها مخاوف كبيرة، وأنا أنصحها إنها تروح لدكتور متخصص. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.